أكيد نحن مكملين، يعني اليوم بأرواد نحن بحاجة ساعات وحلقات لنقدر نغطي إن كان الآثار، إن كان القوارب، كان صناعة القوارب، الصدف، وأيضاً في الناحية الفنية كتير مهمة بطرطوس وبأرواد. اليوم رح هيك نروح لعند نجم. أول شيء صباح الخير يا نجم. صباح النور. يعني إن شاء الله يكون إلك من اسمك نصيب، وأنت ما شاء الله عن جد إلك من اسمك نصيب. خليكي يا رب. خلي لي اياك نجم. يعني اليوم انت بعمر الشباب، ونحن دائما بنشوف العمر الشباب عم بيروحوا للالات الايقاعيه الاكثر سرعه، بيروحوا اورج، يعني ان كان بيحبوا السوشيال ميديا ينزلوا بالاورج، ماديا افضل، بالحفلات لهم افضل، ولكن اليوم هاي الاله يعني كشباب ببعدوا شوي عنا. خبرنا اليوم عن اختيارك للبزوق. هي اله البزوق روحانيه ويعني كثير حلوة. أنا هذا البزوء كثير بحب أعزف عليه، بحب البزوء، آلة البزوء كثير حلوة هيك روحانية. مين اللي اليوم يعني مين اللي اقترح عليك هاي الآلة يعني؟ الله يرحمها، هي الوالدة اللي اقترحت هذا البزوء علي، إنه وقت اللي كنت صغير أنا قالت لي هذه اللي بدي اختار فيها هي آلة البزوء. الله يرحمها، كانت شايفة شيء حلو بنجم، إنه هو عن جد حيكون نجم، وحت بتحس حالك اليوم لك خصوصية خاصة بعيداً عن العازفين كونه بآلة البزوق، يعني في هي أكيد مشهورة عنا، ولكن عدد العازفين يعني مثل ما قلنا إنه الناس عم تروح للآلات الأسرع والأخف يعني. نعم. حب تتميز يعني؟ هلا أكيد كل واحد له تميزاته وله عالمه. الناس شو بتقول عنك بس تعزف؟ هلا كثير الناس يعني في الواحد كل مطرب كل حدا له محبين، والعالم كثير بتحب آلة البزوء ونجم وكذا وهيك. طيب نجم، كنا عم نحكي انه انت بتحب تعزف الاغاني القديمه، شيء من التراث السوري اللي هو دائما نحن بنقول عنه رساله. اول شيء ليش بتحب هاي القصه وبدنا نسمع شيء منك من التراث السوري؟ هلا البزوء انا بحب اعزف عليه هذا التراث اللي عم تحكي عنه، مشان العالم حافظ الاغاني القديمه كثير، وحتى بعزف اغاني جديده كلها يعني، بس الاغاني التراثيه بتحبها العالم انه حافظ العالم، بس اعمل هيك رنه البزو العالم فورا بتغني معي اغنيه التراث. في احساس روحاني ان كان بينك وبين حتى الحدا عم يسمعك. طيب شو بدنا نسمع هلا؟ هلا بدنا نسمع لعادل خضور، الله يطول بعمره، اكيد عيون السواحي. اكيد تحيه للفنان عادل خضور، هو مدرسه بالفن السوري. نعم. خلينا هيك ناخذ على الكاميرا نجم. Thank you.
يعني بحر وبزق ما شاء الله عليك. شكرا لك يا نجم، نتمنى لك هيك مستقبل حلو لك يليق باسمك وبموهبتك وبهذا الشباب السوري اللي نحن دائما نفتخر فيه، واكيد شكرا للشباب اللي كانوا مرافقينك. شكرا يا احسان، شكرا لكم.